وليد صادي كيخطف واحد الموهبة كروية متفوقا على فوزي القجع، الموهبة الكروية التي ستصنع الفارقة في قادم الأيام، موهبة رائعة تفوق من خلالها وليد صادي على المملكة المغربية، وتفوق كذلك على فوزي القجع، وتفوق على الجال الملكية، وتفوق على الجميع. وليد صادي اش نقول لكم، حشاها لينا ودا واحد اللاعب واعر. هذا الشيء اللي قالت الصحافة الجزائرية، وهذا الشيء باش فرحانة الصحافة الجزائرية. هذا اللاعب هذا نقول لكم شكون هو وكيفاش حتى اختار المنتخب الجزائري، علاش اساسا المغرب كان خصو يجيبو او الجزائر كانت خصو تديه، الشيء اللي غتعرفوه معنا. ولكن قبل حبس يورصا المغرب اولا ولا غالب الى الله، وعاش المغرب ولا عاش من خانه، يعلم الله كم احبك يا وطني ويعلم الله كم مدافع عنك يا هذا الوطن. الايام الاخيره عرفت ان الايام الاخيره طغى الى السطح لاعب اسمه ابراهيم دياز، ابراهيم عبد القادر دياز، يمارس بفريق ريال مدريد. كان القرار الأخير حين أعلن أن إبراهيم دياز اختار تمثيل المملكة المغربية. إبراهيم دياز لاعبا مارس في مانشستر سيتي، أسي ميلان، واليوم يمارس بفريق ريال مدريد العالمي. قرار ديال إبراهيم دياز كان مثلجا لصدور للمغاربة، واختار تمثيل المنتخب المغربي، فرحنا كثيرا. لكن في غفلة ما اللاعب عنده وصول مزدوجة، الأب ديالو جزائري والأم ديالو مغربية، اختار تمثيل المنتخب الجزائري. ويلي هذه ما فرصناش، فرصكم نتوما. أنا نقول لكم كيفاش. سميتو رفيق غيتان، نشأ في لوهافر الفرنسي ويمارس في الدوري البرتغالي بإحدى الفرق البرتغالية. رفيق غيتان وليد صادي تمكن من جلبه ليمارس في المنتخب الجزائري. حنا ما كنقصوش من القيمة ديال لاعب رفيق غيتان. فرحوا الجزائريين وقالوا بان وليد صادي تفوق على فوزي القجاع، وليد صادي حشاه المغاربه وحشاه المغرب، وليد صادي هذا الشيء اللي دار قدر يديرو غير هو من التفوق على المغرب. لكن بغيت نذكرهم علاش هما بالضبط الصحافه الجزائريه تغطي الشمس بالغربال. علاش؟ لانه كاين واحد اللاعب اخر هو ياسين عدلي، اختار اللعبه للمنتخب الفرنسي عوادا المنتخب الجزائري. شي امين عدلي هذا مغربي كيمارس في ليفركوزن وكيمثل المنتخب الوطني، هو اللي توفات له الام ديالو قبل الذهاب الى كاس افريقيا. الله يرحمها ويرحم من خلالها جميع اموات المسلمين في هذه الايام المباركه من شهر رمضان. لكن الفجطة عند الإعلام الجزائري، وحاولت بعض الجرائد المقربة من العسكر الجزائري ومقربة للجيش ومقربة للكبرانة أنها تركب وتقول بأن وليد صادي حقق واحد الإنجاز عظيم. اليوم المغرب تيجيب لاعبين من الطراز الرفيع، نتمنوا أن المدرب يكون في المستوى، لأن المستوى ديال اللاعبين صراحة إخوان مستوى عالي جدا. لاعبين كيمارسوا في العصبة ديال الأبطال، لاعبين كيمارسوا في أعتى الأندية الأوروبية والعربية، التألق ديال سفيان رحيمي، التألق ديال أمين عدلي، التألق ديال أشرف حكيمي، التألق ديال إبراهيم دياز، التألق ديال السيباري، وإلى غيرهم من اللاعبين، أمين حارث. صراحة أش نقول لك، لاعبين كاينين خص غير المدرب يكون الرسالة تكون واضحة، خلونا من العاطفة ويدير لنا شي خدمة نقية وخلي المنتخب يبان المنتخب عنده واحد الجرأة وعنده واحد النفسية مزيانة. إذن فحاول الإعلام الجزائري يقول، لكن غير نذكروهم بأن اليوم إلا كان جاء إبراهيم دياز إلى جانب أشرف حكيمي لربما يلتحق السنة المقبلة بإذن الله من ريال مدريد، والخادم كذلك من ريال مدريد، فثلاثة اللاعبين عندنا في ريال مدريد. يمين لامال مع المدة كذلك غادي يجي المنتخب الوطني، ومجموعة ديال اللاعبين نجوم غادي يجيو المغرب، باش ما بقاش تكذبوا على الجزائريين وتكذبوا على الناس وتقولوا بأن رفيق غيتان المغرب خسروا والمغرب ما تقدرش يجيبوا، حيت علاش وليد صادي دار واحد الخدمة نقية وجاب رفيق غيتان. رفيق غيتان مبروك عليك المنتخب الجزائري، ومبروك على الجزائر رفيق غيتان، نتمنوا انه يعطي الاضافه للمنتخب الجزائري. احنا ما عندنا حتى باس في داك الشيء، في ظل تغيير المدرب وفي ظل مجموعه ديال الامور، نتمنوا التوفيق للمنتخب الجزائري، ونتمنوا ان الجزائري ما يتقصاش ويمشي لكاس العالم، ونتمنوا كذلك ان المنتخب الجزائري في الدوره اللي غتكون هنا
بالمملكة المغربية ما يخرجش للمرة الثالثة على التوالي من الدور الأول. هذا للتذكير فقط، وللتذكير فقط أن الكاميرون لقاو فيها 87 لاعب كلهم صغيرين الأعمار ديالهم، وهذا واحد الاحتمال أن المباراة ديال الجزائر الكاميرون تعاد من أجل التأهل إلى كأس العالم قطر 2022. وصلت حتى لهنا تكون وصلت سمعتي هذه الخبيرة، هذه ما كنتيش وصلتي لهنا تحشاتك في الخبيرة. خليتكم على خير، بالسلامة عليكم، إلى اللقاء.